لباس ميز المرأة الجزائرية عبر السنين. اختلف المؤرخون حول أصوله وتاريخ ظهوره في الجزائر. ربطه البعض بالعثمانيين، فيما يرجعه البعض الآخر إلى النساء الأندلسيات اللائي حملنه معهن خلال الهجرة الموريسكية. علاوة على بياضه الناصع، تميز الحايك في مدن الشرق الجزائري بسواد لونه، وقيل إن نساء قسنطينة قد لبسنه حدادا على مقتل صالح باي بايلك الشرق الجزائري، وعرف بالملاية. اقترن الحايك أيضا بمحاربة الاستعمار الفرنسي الذي عمل منذ البداية على دفع المرأة الجزائرية للتخلي عن الحايك في إطار مشروعه الثقافي الاستعماري الذي تضمن محاربة الدين الإسلامي وكل رموزه بما في ذلك اللباس. تشبثت الجزائريات بلباسهن وتمسكن بالتميز عن نساء المستوطنين، وخلال ثورة التحرير ساعد المرأة الجزائرية على مساندة الثوار، إذ أتاح لهن حرية في الحركة متخفيات عن الأعين وإخفاء الأسلحة والمناشير والمراسلات تحت طياته.